هذا وأسهمت التدابير الوقائية والاستعدادات المبكرة التي قامت بها مملكة البحرين للتصدي لفيروس كورونا المستجد في جعل المملكة نموذجا متميزا يحتذى به في تعزيز الصحة وسلامة الجميع. تجربة رائدة خاضتها مملكة البحرين للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19، تبلور ذلك في النهج المتكامل في الاستجابة للجائحة، والذي كان له دورا مركزي بالغ الأثر في التصدي للفيروس. ووفق رؤية واضحة وأهداف محددة وعزيمة لا تلين، تم تشكيل فريق وطني بعضوية ممثلين من جميع الجهات المعنية ليتولى إدارة الإجراءات الاحترازية. تبع ذلك إعداد خطة استجابة شاملة. تلك الخطوات مكنت البحرين أن تتخذ خطوات فعالة واستباقية ومدروسة ومتوائمة مع المعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية. عشرات الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها بدءا من إنشاء غرفة للعمليات لتتبع كافة التحديثات المتعلقة بهذه الجائحة وتفعيل خدمة التسجيل الإلكتروني والخط الساخن، إضافة لاتخاذ عدد من التدابير للتخفيف والاحتواء والتقصي في المنافذ من خلال فحص جميع الوافدين للكشف عن الفيروس، كما تم تنفيذ عدد من حملات الفحص العشوائية للمواطنين والمقيمين دون استثناء، وتتبع تفاصيل أثر المخالطين للحالات التي تم الكشف عنها. توعية المواطنين والمقيمين كان لها نصيب من خطة التصدي للفيروس، وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية شاملة متعددة اللغات وتطبيق إلكتروني بعنوان مجتمع واعي لتنبيه الأفراد في حال مخالطتهم لحالات قائمة. وعلى خط موازن، عملت البحرين على رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ومراكز الحجر الصحي الاحترازي ومراكز العزل والعلاج ونسبة الفحوصات المختبرية، إضافة لوضع خطة لتأمين المخزونات اللازمة لعمل الفحوصات المختبرية ومعدات العناية المركزة والحماية، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة الكوادر الطبية. كما راعت البحرين في جهودها للتصدي لهذه الجائحة الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، فقد بذلت المملكة الجهود الكبيرة من أجل حماية الإنسان وحقوقه دون تمييز، وعطت أولوية للصحة والسلامة العامة دون تعطيل عمل المؤسسات الرسمية ومهام الدولة ومصالح الأفراد.